هنعمل دلوقتي المشروب الاصفر الحلو قوي قوي. انا قلت لكم ان انا كل يوم هعمل لكم مشروب جديد وبالوان، وهندخل نحاول ندخل نوع خضار كده مع الفواكه بالذات للولاد او لينا احنا اللي ما بنحبش الخضار، فلازم نستفيد منه. انا النهارده مختاره فلفل اصفر، طبعا فلفل اصفر فيه فيتامينز عاليه جدا. عندنا فلفل اصفر، عندنا مشمش الموسم بتاعه، عصير برتقان فريش، عندنا عنب هو المفروض اصفر يعني بس احنا هنحط ده، واناناس هنحط. خلاص بصوا 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 الالوان وجمالها، بصوا عشان بس كنت هشتغل على طول. ممكن نحط الايه، نبتدي بقى نحط ايه، الفلفل اهو، فلفلايه واحده خلاص، عصير البرتقال الفريش من غير سكر، المشمش المشمش المشمش، العنب نجيبه اصفر ها، بس هو يعني الاصفر هيطغى عليه، الاناناس الاناناس، بصوا كل حاجه هنا تبقى ساقعه قوي خلاص. بالنسبه بقى للسكر انا هحط رشه، نشيل بس كده ونبقى نحطه كمان شويه، هحط رشه وممكن زي ما قلت نحط عسل ابيض وممكن ما نحطش خالص. خلاص كده المشروب الأصفر الحلو قوي، هدوقه كده قبل ما ايه ما احطه واشوف اخبار سكره ايه. انا متاكده ان انا شخصيا هيعجبني السكر الخفيف ده. عايزين تزودوا انا رايي احطوا عسل لو عايزين تزودوا. مش قادره احكي لكم على جماله، جميل جدا. الطعم اللي طاغي عليه بقى الغريبه ان الطعم اللي طاغي عليه طعم البرتقال، رغم ان انا ما حطيتش برتقال كتير، بس هو ده الطعم اللي طاغي عليه.